بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مادة الرياضيات الخاصة بالصف الثاني الثانوي، وهي عبارة عن جزئين: الجبر وتفاضل وحساب مثلثات. الجبر عليه 25 درجة والتفاضل وحساب مثلثات عليهم 25 درجة. احنا ان شاء الله هنبدأ بالجبر. الجبر عبارة عن 3 أبواب سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت ضمننا بيهم نص الامتحان. خلونا نبدأ بسم الله. أولا الجبر بيتكون من 3 أبواب: باب الدوال، الأسس واللوغاريتمات، المتتبعات. الدوال عندي 7 أنواع من الدوال: الدالة الثابتة، الدالة الخطية، دالة المقياس، الدالة التربيعية، الدالة التكعيبية، الدالة الكسرية، وأخيرا الباب الأخير عبارة عن حل المعادلات والمتباينات. تعريف الدالة: لازم قبل ما أبدأ أي موضوع أكون عارف هنتات عن الموضوع ده، بحيث أبقى عارف أنا داخل على إيه. اولا المفروض عشان اخش على باب الداله ده اكون عارفه 3 حاجات: اول حاجه الداله دي معناها ايه، تاني حاجه المجال والمدى. المجال والمدى ده حاجات هو هيطلبها مني في المسائل هنشوفها بعد كده، فلازم اكون عارف معناهم ايه علشان اعرف اقدر اجيبهم واقدر اجيب النتائج مظبوطه. تمام. الداله عباره عن تناظر فيه لكل مصدر توجد صوره واحده فقط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عوضت بأي رقم هيديني صورة واحدة لصاد فقط. يعني لو سين 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 هيديني صورة واحدة فقط لصاد، وهنفهم الكلام ده بعدين. المجال القيم التي يمكن أن تأخذها سين، يعني القيم اللي هقدر أعوض بيها في سين. المدى القيم التي يمكن أن تأخذها صاد، بمعنى القيم اللي أقدر أعوض بيها في صاد. تمام. الدالة الثابتة أول نوع من أنواع الدوال هي الدالة الثابتة واللي هنبدأ بيها. إيه هو تعريفها؟ تعريفها بتكون على الصورة دال سين تساوي جيم أو دال سين تساوي صاد. لكل سين تنتمي لحا، العلامة بتاعت 7 دي معناها لكل، وحا هي الأعداد الحقيقية، وهي تمثل بيانيا بخط مستقيم. تمثل بيانيا يعني بتترسم بخط مستقيم يوازي محور السينات ويمر بالنقطة صفر وجيم، يعني بيمر بالنقطة اللي هو قايل لي فيها دال سين بتساوي جيم. تمام. طيب يبقى احنا قلنا ان هي بتكون على الصورة دال سين بيساوي جيم، لكل سين تنتمي لحا الاعداد الحقيقية اللي هي الاعداد الحقيقية اللي هي ايه، اللي هي الاعداد الموجبة، الاعداد السالبة، الاعداد الكسرية، اي اعداد تسمى الاعداد الحقيقية. تمام. وهي تمثل بيانيا يعني تترسم بخط مستقيم بيوازي محور السينات ويمر بالنقطة الصاد، يعني يقطع محور الصادات. تمام. تمام. لماذا سميت الدالة الثابتة بالثابتة؟ ليه؟ لأن لو عوضت عن سين بأي رقم في الدنيا هيديني صاد. يعني لو عوضت عن سين بواحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة هيديني نفس قيمة الصاد، قيمة الصاد ما بتتغيرش. تمام. في المسائل هيطلب مني ايه؟ هيكون مطلوب مني 4 حاجات. اول حاجة المجال، ده هنجيبه من السينات زي ما احنا عرفنا التعريف قبل كده. المدى هنجيبه من الصادات زي برضو ما خدنا في التعريف قبل كده. الاطراد والنوع. الاطراد يعني ايه اطراد؟ يعني نشوف الدالة دي تزايدية ولا تناقصية ولا ثابتة. طيب النوع يا اما زوجية يا اما فردية. خد بالك كويس قوي في الفرق ما بين الاطراد والنوع، لان ناس كتيره جدا ما بتعرفش تفرق بينهم في الامتحان وبتتلخبط. تمام. يبقى النوع يا زوجيه يا فرديه. الاطراد 3 حاجات: تزايديه او ثابته او تناقصيه. طيب يعني ايه زوجيه؟ يعني متماثله حول محور الصادات. ويعني ايه فرديه؟ يعني متماثله حول نقطه الاصل. تمام. مثال: ارسم منحنى الداله دال س بيساوي 3، ثم عين مجال الدال س ومداها وابحث اطرادها ونوعها من حيث كونها زوجية او فردية او غير ذلك. الحل: اول حاجة هنعملها هنرسم المحاور الرئيسية اللي هي سين وصاد. تمام. سين سين شرطة الناحية التانية يعني الجزء الخاص بالسالب، وصاد وصاد شرطة الصاد شرطة يعني الجزء الخاص بالسالب على محور الصادات. تمام. تمام. طيب احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان بتمثل بيانيا بخط مستقيم يوازي محور السينات ويقطع محور الصادات في صفر والنقطة اللي هو مديها لي.
طيب هو مديني النقطة 3، يبقى 0 و3 يعني اجي عند 3 واعمل خط مستقيم بيوازي محور السينات. انا بكده اكون رسمت الدالة الثابتة للدال س بتساوي 3 اللي هو قال لي عليها. تمام تمام. هو مدام اترسم، مدام دال س بتساوي رقم ثابت حقيقي، يبقى انا كده عرفت مبدئيا ان هي دالة ثابتة. يبقى الاطراد عندي من اول معلومة هو اداني في المسألة. على فكرة عشان تكون عارف، المسألة المعطيات بتاعتها هي الحل. يعني دلوقتي احنا قلنا دال س بتساوي 3، من شكل الدالة انا عرفت ان هي دالة ثابتة وعرفت هتترسم ازاي، يبقى انا كده عرفت الاطراد. تمام تمام. طيب لما قالك ان دال س بتساوي 3، مش احنا قلنا ان المدى هو القيم اللي اقدر اعوض بيها في صاد اللي هي ايه؟ اللي هي 3 اللي هو مديها لي. يبقى انا كده تاني معلومة عرفتها من المسألة هي معنى المدى، او هي الرقم اللي هعوض بيه المدى. تمام كده تمام. يبقى انا كده عرفت المدى والاطراد. تالت حاجة، المسألة لو ما ادانيش فيها اي شروط يبقى المجال بتاعها على طول ح. يعني لو قال لي دال س بيساوي 3 وسكت، يبقى المجال بتاعي هو الاعداد الحقيقية اللي هو من السينات.